هل ما يشهده لبنان من بداية استقالات في صفوف الحكومة والمجلس النيابي تعتقد أنه ربما يكون مقدمة لمزيد من الاستقالات، وترى ما هو تأثير ذلك على المشهد بشكل عام؟ أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لك ولضيوفك والعاملين بأسرة البرنامج. يعني أنا باعتقادي أنه الاستقالات اليوم اللي احنا عم نشوفها من قبل الحكومة هي بمجال الاستعراض وتسجيل المواقف أمام الشعب اللبناني. أنا يعني هذا الوزير استيقظ ضميره بهذه اللحظة وقدم استقالته. عمليا هو لم يأتي بشيء جديد. بالأمس الرئيس حسان دياب يعني تحدث عن بقاء هذه الحكومة لمدة شهرين، وطبعا يعني حديث الرئيس حسان دياب لم يأتي من فراغ، بل هو باعتقادي استجابي، ما بعتقد، هو أكيد استجابي للطلبات التي حملها الرئيس ماكرون إلى لبنان. الرئيس ماكرون كان واضحا، هو قال هذه الحكومة ليس لدينا، لا نثق بها، وأيضا يعني هذا النظام السياسي بحاجة إلى إصلاح، وعليكم القيام بانتخابات مبكرة، وعليكم أيضا تشكيل حكومة أقطاب سياسية جامعة. وأيضا تحدث الرئيس ماكرون عن إقرار قانون انتخابي جديد، وهذا ما تحدث به الرئيس حسان دياب. إذا أنا أعتقد يعني بالحد الأدنى، عفوا، إن سرنا في هذا المسار، السيناريو الذي تتحدث عنه وتحدث عنه الرئيس الفرنسي، وذهبنا إلى انتخابات مبكرة، ترى ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الانتخابات؟ وضيفنا منذ قليل مع مراسلتنا قال إنه حتى لو أجريت انتخابات وفق هذا القانون الموجود حاليا فلن يكون هناك أي جديد. يعني للأسف الشديد، أولا نحن في لبنان، ولبنان هذا يقع في العالم العربي، ولا يوجد هناك يعني إمكانية للتغيير كبير. علينا أن لا نتأمل بهذا الأمر، خاصة إذا ما عدنا يعني ما قبل 75، كان يعني الأقطاب السياسية الموجودين هم الذين تزعموا الحرب الأهلية، وبعد الحرب الأهلية وبعد إنتاج اتفاق الطائف أيضا كانوا هم أرباب اتفاق الطائف، ومرحلة 30 عاما أيضا هم نفس الأطراف. للأسف الشديد أن هذه الطبقة السياسية عمليا هي تعتمد على النفوذ وتعتمد على المال وتعتمد على تحالفاتها السياسية وتعتمد على خطابها الطائفي الذي يجيش الأنصار، ومن ثم يعيد الناس للأسف الشديد عبر صناديق الاقتراع إنتاج نفس الطبقة السياسية. ولكن أنا يعني بعيدا عن مشهد بيروت والضجيج الذي يحدث به ساحة الشهداء، أنا بعتقد أن هناك يعني يبدو لي أن هناك انفراجة ما في الخارج، يعني عبر عنها أولا زيارة الرئيس ماكرون. أولا كان هناك بعض الأطراف السياسية التي كانت تراهن على وضع لبنان في الوصاية، الرئيس ماكرون رفض هذا الأمر. أيضا هذه الأطراف راهنت على أن يتم تحويل ما حدث في مرفأ بيروت إلى لجان تحقيق دولية. أيضا يعني الرئيس ماكرون كان رافضا لهذا الأمر. الرئيس ماكرون الآن ذهب باتجاه مؤتمر للمانحين في لبنان، وهناك تعهد بإعادة بناء المرفأ بقدرة قادر. عمليا التحويلات الدولار أصبحت يعني متاحة لكل اللبنانيين من الخارج إلى داخل لبنان. طيب أستاذ نزار، الكهرباء لم تعد تنقطع. ما تلمح إليه وحتى قلت صراحة بيعني أن حلا جذريا لما يحدث في لبنان لابد أن يكون صادرا من أطراف خارجية، ألا يمكن أن ينبع ذلك من الداخل اللبناني؟ مستحيل، بعمره ما الداخل اللبناني يعني قدر على إنتاج حل سياسي. نحن على سبيل المثال منذ عام 2005 نعيش أزمة اسمها استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والتي أدت إلى انقسام سياسي. يعني هل من 2005 وحتى 2020 استطاع اللبنانيين عمليا أن يعني يذهبوا نحو توافق سياسي وإنتاج حل سياسي؟ دائما الأطراف الخارجية هي التي كانت يعني تضبط إيقاع الشارع اللبناني وتنتج الحل السياسي. ولكن لا يخفى عليك أستاذ نضال أنه حتى قبل انفجار مرفأ بيروت الأخير كانت معظم القوى الإقليمية الداعمة للبنان أو حتى القوى الدولية كانت بعيدة تماما عن المشهد في لبنان، هي نأت بنفسها بعيدا.
نعم، هذه الحكومة عمليا، يعني الرئيس ماكرون حكى تحدث بهذا الأمر، قال هذه الحكومة لا نثق بها، وهذه الحكومة لن نساعدها ولن نقدم لها الأموال، عليكم أن تحاربوا الفساد وأن تصلحوا المؤسسات، عليكم بإنتاج نظام سياسي جديد، عليكم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، عليكم القيام بحكومة وحدة وطنية متعددة من أقطاب، عليكم إنتاج قانون انتخابي جديد. كل هذه العناوين عمليا، يعني أنا بعتقد أنه الرئيس ماكرون لم يتحدث بها من فراغ. أضف إلى ذلك أنه يعني بالعودة إلى الإشارات الدولية، يعني بقدرة قادر عمليا العراق أرسل أطنان من النفط إلى لبنان، وكما تعلم أن الرئيس القازمي هو قريب من الإدارة الأمريكية، ولا يمكن أن يرسل إلى لبنان هذه الأطنان من النفط بدون موافقة وتفاهم مع الإدارة الأمريكية. أنا أعتقد أن هناك جوا يعني دوليا جديدا للتعاطي مع لبنان، ولكن لبنان من المفترض أن يكون على قدر من التحديات وأن يلاقي طيب، هذه المجتمع نقطة الدولي بهذه أستاذ الخطوات نضال الإيجابية. مهمة جدا. هذا التغير الذي تحاول أن تضع يدك عليه في المشهد اللبناني،